بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. رب تمم بالخير والسعادة والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، ثم لدينا الحديث 70 و200 بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه مالك بن أنس رضي الله عنه وحدثنا إسحاق بن موسى رضي الله عنه قال حدثنا معن رضي الله عنه قال حدثنا مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه نبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة رضي الله عنه أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسط عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين وطويلتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. ثم ماذا قال؟ لأرمقن، هذا الرمق يرمق بمعنى نظر ينظر وراقب يراقب هكذا، بمعنى نظر ينظر راقب يراقب حافظ يحافظ. هذا من الرمق أو من الرمق، وهو النظر إلى الشيء على وجه المراقبة والمحافظة. هذا معنى رمق. يقال رمق يرمق رمقا من باب نصر وطلبه. وهذا تأكيد باللام والنون مبالغة في طلب تحصيل معرفة ذلك وضبطه. نعم. فإذن كان زيد بن ثابت الجهني رضي الله عنه يراقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يراقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الليل. لذلك هو يحتاج إلى توسده اعتبت بابه أو اعتبت باب فسطاطه هكذا. وإلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد. عندئذ هذه المحافظة والمراقبة لا تحتاج إلى هذا التكلف. نعم. فتوسطت، عندئذ فتوسطت عتبته أي جعلتها وسادة
ما هي العتبت؟ عتبت يعني عتبت الدار، عتبت البيت، الدرجة التي يوطأ عليها، يكون في الباب هكذا، في الباب هكذا عتبة، هذه درجة التي يوطأ عليها. ثم قوله أو فسطاطه، أي عتبت فسطاطه، فهو على تقدير مضاف. نعم، الرواية فسطاطه أيلا، إذن عتبته فتوسط عتبته أو فسطاطه، إذن التقدير أو عتبت فسطاطه، حذف المضاف وأعطي إعراب المضاف للمضاف إليه صار أو فسطاطه. نعم، لماذا الفسطاط لا يمكن أن يجعل وسادة؟ لا يتوسد الفسطاط، لذلك هكذا تأويل واجب. ثم وهذا شك من الراوي، يعني ماذا قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، هل قال توسدت عتبته أو توسدت عتبت فسطاطه؟ ماذا قال؟ هذا شك من الراوي. والله الثاني عتبت الباب لا، بل عتبت فسطاطي، هذا هو الظاهر. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم في الحاضر يكون عند نسائه، فلا يمكن أن يتوسد زيد عتبته ليرمقه، بخلافه في السفر فإنه خال عن الأزواج الطاهرات يعني غالبا، فيمكنه أن يتوسد عتبت فسطاطه، فسطاط يعني الخيمة الكبيرة. نعم، بيت من شعر، قيل فسطاط إما بيت من شعر أو خيمة عليمة، يطلق على مصر العتيقة أيضا فسطاط، كذلك كل مدينة جامعة. ثم هنا المراد به الأول، يعني بيت من شعر، هذا يكون يعني يصنع أثناء السفر للاستراحة يعني والنزول في الليل هكذا. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل في فسطاطه ويصلي في الليل، عندئذ هذا زيد بن خالد رضي الله عنه يتوسد بعتبت فسطاطه، ثم يراقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه هي المراقبة وأمثالها، تدل على شوق الصحابة إلى معرفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في سره في جوف ليله. هذا عباس رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله بن عباس لأن يراقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر عباداته في ليله، لأجل ذلك هذا ابن عباس بات في بيت ميمونة خالته أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم راقب العبادة. نعم، هكذا كانوا يعني يراقبون يحافظون عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أعماله. نعم، هذا يدل على شوق بالغ للصحابة، هكذا كانوا يتحملون شرائع هذا الدين، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، هكذا كان يبدو رسول الله صلى الله عليه وسلم تهجده وصلاة ليلته بركعتين خفيفتين. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا به أيضا، أمر الأمة به أيضا كما سبق في الحديث الماضي، ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، صلاتين خفيفتين. نعم، لماذا ذكر إبراهيم الباجري؟ ليدخل فيه بنشاط ويقلة، فيسن تقديمها عليه، تقديمهما عليه. نعم، هذا نظيره تقديم السنة القبلية على الفرضي هكذا. ثم
صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى كم ركعتين طويلتين 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 ثلاث مرات هكذا. هذا على وجه التأكيد للدلالة على المبالغة في تطويل هاتين الركعتين، فكأنهما بمنزلة ست ركعات طويلات، ليست ستة بل بمنزلة ست ركعات طويلات. وإنما بولغ في تطويلهما لأن النشاط في أول الصلاة بعد المقدمة يعني ركعتين خفيفتين يكون أقوى والخشوع يكون أتم. ومن ثم سنة تطويل الركعة الأولى على الثانية من الفريضة. نعم هكذا. فإذا هذا طويلتين 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 ليس على وجه التأسيس بل على وجه التأكيد، لذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فقط. ثم بعد ذلك ركعتين ثم ركعتين وهما دون اللتين صلى قبلهما. فإذا مجموع يعني ستة. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما مجموع ثمانية. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما مجموع عشرة. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما مجموع اثنا عشر. ثم اوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة. نعم. ثم فإذا هذا عائشة رضي الله عنها هذا سيأتي في الحديث الآتي. فإذا هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هكذا صلى في بعض الليالي ثلاث عشر ركعة، في بعض الليالي خمس عشر ركعة، هكذا إحدى عشر ركعة، هكذا يعني على الاختلاف. ثم سيأتي تأويل قول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى رضي الله عنه قال حدثنا معن رضي الله عنه قال حدثنا مالك رضي الله عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه أن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله يتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامني ولا ينام قلبي. عبد الرحمن لا أبو سلمة بن عبد الرحمن سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يعني في رمضان أي في لياليه وقت التهجد زيادة على ما صلاه بعد العشاء من التراويح هكذا. قال إبراهيم الباجوري رحمه الله هذا التأويل جمع بين الأحاديث المتعارضة الثابتة في الواردة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى التراويح يعني في بعض ليالي رمضان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد صلى. ثم كم صلى لم يثبت عن الصحابة بسند صحيح كم صلى، على كل حال صلى. ثم لم يصل في ليلة الغد بل بعد ذلك في ليلة ثانية ثالثة خرج إلى المسجد وصلى. ثم هكذا يعني بعد الليالي. هنا اختلف المحدثون الفقهاء هل هذه التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ليالي رمضان هل هي صلاة التراويح أو هي صلاة أخرى؟
الراجع أنها صلاة التراويح. نعم. ثم وثبت في وورد في بعض الروايات لكن بإسناد ليس بصحيح أنها كانت 20 ركعة. ثم كذلك في الحديث الماضي قد ملا أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. كذلك ورد في بعض الأحاديث أنه صلى 15 ركعة. فإذا هكذا يعني اختلاف. فإذا ماذا معنى ما هو معنى قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد ما كان ليزيد؟ هي قالت على وجه التأكيد ثم قال في رمضان ولا في غيره. فإذا هذا السياق قولها هذا يدل على أن السؤال ما كان عن صلاة خاصة بشهر رمضان بل هذا السؤال كان في صلاة عامة في رمضان وفي غيره هكذا. فإلا ما الفائدة لقولها في رمضان ولا في غيره؟ إذن هذه الصلاة كانت صلاة يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ليالي أيام السنة لا يخصها برمضان بل يصليها في رمضان وفي غيرها. فإذن هذا 11 ركعة صلاة بناء على قول السادة الشافعية هذه صلاة الوتر هي 11 ركعة على الأكثر. نعم. فإذا كان السؤال عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ماذا هو ما حد هذا السؤال؟ يعني شهر رمضان شهر العبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمر عن ساق الجدي في رمضان لتكثير العبادات. فإذا ما هو السؤال؟ هل زاد في عدد ركعات الوتر لأجر رمضان أو هل كان يصلي على عادته 11 ركعة؟ هذا هو الجمع الصحيح. ما أحسن هذا الجمع وما ما ألذ هذا الجمع. نعم هكذا مشايخنا مشايخنا شيوخنا بيّنوا لنا هكذا. يعني سؤال عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل عليه قولها في رمضان ولا في غيره. هذا الذي قال يعني وقت التهجد كم هان هذا في الآخر في لياليه وقت التهجد زيادة على ما صلاه بعد العشاء من التراويح. وكذلك ثبت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء بعض ركعات سماها الفقهاء هذا صلاة قيام الليل قيام الليل. فهذا علاوة على هذه 13 أو 15. فإذا كان رسول وذاك علاوة على راتبة العشاء أيضا. فإذا يصلي العشاء ثم راتبتها ثم بعد ذلك 4 ركعات أو 6 ركعات هكذا يعني قيام الليل بعد العشاء ثم بعد ذلك ينام ثم يستيقظ يتهجد كم أولا خفيفتين ركعتين خفيفتين ثم 11 ركعة هكذا أو يعني 13 مجموع 15 هكذا. في بعض الأحيان يقلل المجموع يكون 11 فقط مع الخفيفتين. فإذا إما يكون ركعة واحدة الوتر أو 3 ركعات الوتر أو يعني 11 وترا هكذا. نعم. فإذا متى يستقيم قول عائشة لو حمل هذا القول على وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لا يستقيم ويفسد المعنى. نعم. إذن بعض أهل البدع في هذا الزمان السلفيون يجعلون التراويح يعني 8 ركعات ثم يصلون ركعتين ركعتين متمسكين بهذا الحديث لا يستقيم التمسكهم أبدا أبدا أبدا. لماذا؟
عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ثم هي بينت كيف كان رسول الله يصلي أربعا 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 هكذا 12 ثم واحدة. هل يصلي سلفي هكذا أربعا 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 ثم واحدة؟ لا. إذن يعني ما توجيههم فاسد، هم يعني صاحب أثرة، نعم عندهم يعني مقاصد مزورة، نعم كاذبة، لأجل ذلك يحاولون أي يتشبثوا بأديال مثل هذه الأحاديث، لكن هذا لا يستقيم أبدا. نعم. ثم إبراهيم الباجوري رحمه الله قال هنا إلى نفت كونه صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة ولعله بحسب ما علمته وإلا فعند أكثر الصدر الأول أن للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة مخصوصة. واختلفوا في كيفيتها وعددها. هكذا كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مخصوصة. ثم أيضا قال 11 ركعة هي غير مقدمة الوتر فيكون المجموع بها 13 ركعة، وهذا بالنسبة للصلاة التي كان يصليها بعد النوم، فلا ينافي أنه كان يصلي قبل النوم نفلا آخر غير الوتر، فلا تكون منكرة لصلاة التراويح. هي ما كانت أنكرة صلاة التراويح، وما كانت أنكرة يعني ما ادعت أو ما قالت بأن التراويح 8 ركعات، هي ما قالت أن التراويح، ما أنكرت التراويح وما جعلتها 8 ركعات، بل هذا يعني وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا قال به جميع الفقهاء، لكن بعض العلماء مثل السعادة الحنفية قالوا بأن يقولون بأن الوتر 3 ركعات على الأكثر، هذا 3. فإذا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 11 وترا منسوخة، صارت منسوخة 11 نسخت ثم تقرر الوتر على 3، هكذا قال. فإذا هم أقروا إلى من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترا ب 11 ركعة. ثم يصلي ثلاثة أربعة أربعة ثم ثلاثة. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله حتى نام قبل أن توتر، فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم. هذه الثلاث لم تصفها بالطول ولا بالحسن إشارة إلى أنه خففها، وظاهر اللفظ يقتضي أنه صلى الثلاثة بسلام واحد، هو جائز بل واجب عند أبي حنيفة رحمه الله. نعم عند الإمام الأعظم هذا الوتر يصلى موصولا ثلاث بسلام واحد. ثم فإذا هي سألت تنام قبل أن توتر، أي ما أنك أمرت بعض أصحابك كأبي هريرة رضي الله عنه بالوتر قبل النوم مخافة أن يغلبه النوم فيفوته الوتر. يعني عيني، فإذا قال إن عيني لا ينام قلبي، أي فلا أخاف فوت الوتر، ومن أمن فوته سن له تأخيره، بخلاف من يخاف فوت الوتر بالاستغراق في النوم إلى الفجر، فالأولى له أن يوتر قبل أن ينام. ولما علم صلى الله عليه وسلم من حال أبي هريرة أنه كذلك أمره، يعني هو يخاف، أمره بأن يوتر قبل أن ينام، فالحاصل أن من وثق بيقظته سن له تأخيره، ومن لم يثق بها سن له تقديمه. ثم فإذا هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، هذا متى كان بعد النوم.
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يوتر بثلاث واحدة بعد النوم يستيقظ وقت السحر ثم يصلي في آخره يصلي الوتر. فإذا هذا سؤال بناء على عادته صلى الله عليه وسلم، هو يصلي الوتر في ذلك الوقت بعد النوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن يوتر قبل أن ينام. فإذا هنا أيضا صلى بعد النوم، لذلك سألته نعم على 11 ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله يتنام قبل أن توتر، فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى رضي الله عنه قال حدثنا معن رضي الله عنه قال حدثنا مالك رضي الله عنه عن ابن شهاب رضي الله عنه أن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها التجا على شقه الأيمني. نعم. فإذا هي يعني وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة على كيفيتين. مرد في الحديث الماضي ماذا قال؟ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخير بثلاث ركعات، هذا موصول، وهنا بواحدة هكذا. إذن في هذا الحديث إما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ثم أربعا ثم ركعتين ثم ركعة واحدة هكذا بالفصل، نعم، ثم أو يعني ركعتين 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 هكذا عشرة ثم واحدة. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر رضي الله عنه قال أخبرنا معن رضي الله عنه عن مالك رضي الله عنه عن ابن شهاب رضي الله عنه نحوه حا. وحدثنا حدثنا قتيبة رضي الله عنه عن مالك رضي الله عنه عن ابن شهاب رضي الله عنه نحوه. فإذا هذان سندان آخران للحديث المالي. في الحديث في السند المالي ابن شهاب يروي عن عروة عن عائشة هكذا. فإذا في هذين السندين أيضا هكذا. بعد التحويل بواو العطف وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب رضي الله عنه نحوه هكذا. ثم وبه قال حدثنا هناد رضي الله عنه قال حدثنا أبو الأحوص رضي الله عنه عن الأعمش رضي الله عنه عن إبراهيم رضي الله عنه عن الأسود رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. هذا أيضا هي عائشة هي التي روت هذا 9 ركعات أيضا. إذن هذا الظاهر أنه صلى ركعتين ركعتين هكذا 8 ثم ركعة واحدة، أو يعني أربعا أربعا ثم واحدة هكذا. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن آدم رضي الله عنه قال حدثنا سفيان الثوري رضي الله عنه عن الأعمش رضي الله عنه نحوه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن جعفر رضي الله عنه قال أخبرنا شعبة رضي الله عنه أن عمرو بن مرة رضي الله عنه أن أبي حمزة رضي الله عنه رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العليم سبحان ربي العليم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي
حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة بالأنعام. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. قال أبو عيسى رحمه الله. وأبو حمزة رضي الله عنه اسمه طلحة بن زيد، وأبو حمزة اللبعي اسمه نصر بن عمران. هذا حديث. طيب، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الجماعة. ثم ما هذه الصلاة؟ فإن كانت هذه الصلاة هي صلاة التراويح فالأمر ظاهر لأن الجماعة مشروعة فيها، وإن كانت غيرها ففعلها جماعة جائز، فإن كانت لا تشرع فيها الجماعة. هذه صلاة غير التراويح. ما هو ظاهر سياق الحديث من أن الأربع ركعات كانت بسلام واحد، وعلى كونها كانت صلاة التراويح يتعين أنها كانت بسلامين، لأن التراويح يجب فيها السلام من كل ركعتين، ولا يصح فيها أربع ركعات بسلام واحد، يعني الوصل لا يصح، بل يجب الفصل بالتسليم من كل ركعتين. ثم قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فلما دخل في الصلاة أي بتكبيرة الإحرام، ثم ماذا قال؟ الله أكبر، ذو الملكوت، يعني بعد تكبيرة الإحرام قال، فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. إذن هذا دعاء الافتتاح، ورد في دعاء الافتتاح أدعية مختلفة، صيغ مختلفة، منها هذا. نعم، الله أكبر، ثم وصف الله تعالى، أولا وصف بأنه أكبر، ثم وصف بأنه ذو الملكوت، يعني صاحب الملك والعزة، والملكوت مبالغة في الملك والعزة، الجبروت أيضا هكذا، نعم، مبالغة في القهر والجبر، والتاء فيهما للمبالغة، الكبرياء الترفع على جميع الخلق مع انقيادهم له، ثم والتنزه عن كل نقص، هذا هو الكبرياء، ثم العظمة يعني تجاوز القدر عن الإحاطة به، الله تعالى لا يقدر العبد أن يحيط به بذاته وصفاته، هذا هو العظمة. نعم، العلو المعنوي، العظمة المعنوية. إذن هذا ذو الملكوت والجبروت، كذلك ذو الكبرياء لا يوصف بهذين الوصفين غيره سبحانه وتعالى. نعم، وقيل الكبرياء عبارة عن كمال الذات، والعظمة كبار عبارة عن جمال الصفات، كمال الذات جمال الصفات. نعم، هكذا قال. ثم قرأ البقرة، ثم قرأ يعني بعد الفاتحة قرأ سورة البقرة بكمالها. نعم، بكمالها. ثم قال ثم قرأ سورة البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، هكذا طول الركوع، وكان يقول سبحان ربي العليم سبحان ربي العليم، هكذا يعني كان يكرر، ليس هذا فقط، بل يعني ذكر هنا مرتان، لكن المرتان المراد منهما التكرار مرارا كثيرة لا خصوص المرتين، على حد قوله تعالى فارجع البصر كرتين، فكان فارجع البصر كرتين ليس المراد أي يرجع البصر مرتين فقط، بل يعني مرارا كثيرة، هكذا كان. إذن كان يذكر هذا مع سائر الأذكار،
حتى كان الركوع قريبا من قيام قرأ فيه سورة البقرة بتمامها. نعم. ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد، هذا أيضا على وجه التكرار مرارا. ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى، وهذا أيضا يعني مثل ما سبق. ثم رفع رأسه فكان ما بين سجدتين نحو من السجود، وكان يقول ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، إما المائدة أو الأنعام، هكذا قرأ هذه السور الأربع في أربع ركعات. هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يعني يقرأ، يطول القراءة في النفل هكذا. نعم. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخف من نفل الفجر. هذا يخفف، أن يقرأ ألم نشرح ألم در كيف، هذا كافرون، هذا إخلاص فقط. مسائر الرواتب أيضا يقرأ فيها الواقية الملك وهكذا، يعني سورة الفجر هكذا كان يطولنا. ثم من شك هنا يعني هل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الرابعة المائدة أو الأنعام، شعبة رضي الله عنه الذي شك في المائدة والأنعام. ثم قال أبو عيسى رحمه الله، أبو حمزة يعني في هذا السند رجل، أبو حمزة ذكر هناك رجل من الأنصار وأنصاري، أبو حمزة واسمه اسمه طلحة بن زيد. ثم أبو حمزة اللبعي رجل آخر، إذا بأبي حمزة يعني رجلان، اسمه نصر بن عمران. نعم. ثم أتى بها للفرق بين أبي حمزة وأبي جمرة. نعم. الثاني أبو حمزة، لا بل الثاني أبو جمرة. نعم. فإن كان الثاني ليس مذكورا في السند لأنه ربما التبس أحدهما بالآخر في الخط بقطع النظر عن النقط. نعم. فإذن الأول أبو حمزة اسمه طلحة هو المتقدم في السند، ثم أبو جمرة اللبعي اسمه نصر. نعم. وبه قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري رضي الله عنه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث رضي الله عنه أن إسماعيل بن مسلم العبدي رضي الله عنه أن أبي المتوكل رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من البقرة ليلة، بآية من البقرة من القرآن، بآية من القرآن ليلة، هذا يعني أسلوب آخر لتطويل القيام. في بعض الأحيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا سورة البقرة، سورة آل عمران، النساء، هكذا يعني سورة طويلة. في بعض الأحيان يكرر آية واحدة حتى يقوم ليلة واحدة. قام رسول الله صلى بآية من القرآن، أي متلبسا بقراءة آية من القرآن ليلة أي كلها، فيكون قد استمر يكررها ليلته كلها في ركعات تهجده، فلم يقرأ فيها بغيرها، هكذا في الركعة الأولى، في الركعة الثانية والثالثة، هكذا في جميع الركعات هذه الآية واحدة كان يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعده هكذا كان بعض العباد، بعض الصالحين، بعض العلماء، مثلا روي عن الإمام العلماء أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يكرر هكذا آية واحدة من القرآن لا في طول صلاة ليله. نعم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن لا
وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا سليمان بن حرب رضي الله عنه قال حدثنا شعبة رضي الله عنه عن الأعمش رضي الله عنه النبي وائل رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له فما هممت به قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو تعب عبد الله بن مسعود تعب. إذن ما استطاع أن يقوم قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، لذلك أراد أن يفارق يعني هذه الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أهم سوء، يعني مرافقة هذه الجماعة أهم سوء. فهذا ابن مسعود يعني وصف في هذا الحديث طول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم طولا لا يستطيع أفراد الناس عليه نعم. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع رضي الله عنه قال حدثنا جرير رضي الله عنه عن الأعمش نحوه. إذن والذي سبق يعني عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي عبد الله بن مسعود، نعم هذا سند آخر عن الأعمش. نعم. ثم حديث الثمانين ومئتين سنقرأ إن شاء الله فيما بعد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.